انت مش عامله عمليه تجميل؟ عامله يمكن بوش. اكيد في حدا ما عامل. الناس بتعرف صارت مين عامل ومين. دخلك طبيب هراتش نشر لك صور قبل وبعد؟ زمان زعلت منه؟ صوره بشعه وحطها لا يعمل دعايه. زعلت منه؟ فشهادتكم اثنيناتكم عن جد هيدي مثل رساله او فينا نقول دعايه لدكتور هراتش. بس يشوف يعني هو ما بده دعايه، بكفي انه اخذ الجائزه يعني. يعني الحقيقه ما بده دعايه ابدا. بعدين بنصح كل ست انه تعمل عنده، لانه انا عامله هيك يمكن. شوفي نحن حلوين بس هو حلينا اكثر.